بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات الزلفلة أخوات، مرحبا بكم في القناة تاعي وتاعكم أم فاطمة مشار. إن شاء الله عندي لكم واحد الكسرة رائعة رائعة رائعة، صدقوني واحد الكسرة يعني قمة في الذوق. ندير معكم إن شاء الله الكسرة يسموها يعني كسرة الخمارة، فوالا كسرة مخمرة، حنا هاكا نعيطو لها كسرة مخمرة ولا أغرب كيغص يعني بقبيلية. فوالا الكسرة هذه درتها أختي في القناة تاعها، وإن شاء الله حنديرها لكم أنا. هي درتها على الطريقة تاعها وأنا نديرها على الطريقة تاعي، يعني كيما تعلمناها يعني عندي ما ربي يذكرها بالخير. فوالا كانت ما بزاف ديرها لنا بكري، يعني نشربوا بها قهوة ولا ناكلوا بها الماكلة. فوالا ألوغ بالنسبة لأختي يعني عندها قناة يعني وصفات سهلة وبسيطة لأمي أكسيل اللي بغى يروح يزورها إن شاء الله. فوالا بالنسبة للمقادير تاع الكسرة، عندي بطبيعة الحال عندي 2 كيلات تاع السميد، هنا عندي السميد تاع القمح مغربل فوالا مصفين، يعني أنا ما نعرفش يعني ما نكذبش عليكم، ما نعرفش السميد تاع القمح وهاذيك وهاذيك، ما نعرفش بيناتهم، ولكن هي جبتهولي من دارهم فوالا، قالت لي السميد تاع القمح يعني مصفين فوالا ولا مغربل. عندي 2 كيلات هادو، عبرت بجوج كيلات بالكيلة هادي، عندي 2 كيلات. عندي هنا مغرفة تاع السكر، مغرفة تاع خمالة تاع الخبز، عندي هنا 1/2 كاس تاع الزيت، زيت عادية تاع طياب ولا زيت زيتون كيما حبيتو نتوما، الذوق يرجع ليكم نتوما. عندي الملح والماء دافي بطبيعة الحال. نمر مباشرة لطريقة التحضير. فوالا الوغ عندي هنا السكر، ندير هنا السكر تاعي، ندير الخمارة فوالا راكم تشوفو، نخلط الخمارة والسكر والسميد فوالا كيما راكم تشوفو، ندير الحفرة في الوسط على حبوباتي، نفرغو هذيك 1/2 كاس تاع الزيت فوالا، ألوغ نبسو هذيك العجينة هكا بني الراحة تاع يدينا. فوالا كيما راكم تشوفو كسرة، صدقوني بزاف بنينا هذه الكسرة بالقهوة، فوالا بالقهوة حليب. راح تدي منكم الوقت يعني حوالي 1/4 ساعة، 10 دقائق حتى لربع ساعة. فوالا حبوباتي لازم تدخلوا كامل هذيك الزيت في السميد تاعكم فوالا كما راكم تشوفوا، يعني كسرة صدقوني يعني واحد فيها واحد الذوق رائع. على حبوباتي هنا حنديروا الملح تاعنا، على حبوباتي ندير الملح، على الملح يعني على حسب الرغبه تاعكم. على حبوباتي كما قلت لكم الماء لازم يكون دافي، على نحلوا هذيك الملح بالماء ندوبوها. على حبوباتي يعني تشمخوا العجين تاعكم كيما الكسرة العادية، ولكن طريقة يعني الطهي تكون مختلفة على الكسرة العادية. أنا لازم ندفق الماء ولا إذا ماشي فارينا لازم الماء، معليش نحاول يعني نشمخ العجين تاعي لين كامل العجين تاعي، نعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا حبوباتي بعد ما شمخت العجين تاعي فوالا كما راكم تشوفوا يعني لازم يكون شويه طري، راكم تشوفوا هنا نحط العجين تاعي فوق طاوله العمل فوالا، يعني نعجنو حوالي دقيقتين فوالا كما راكم تشوفوا. فوالا حبوباتي يعني كما قلت لكم لين غير العجين تاعي ما عجنتوش، هنا نقسم العجين تاعي على 2، يعني حنخرج 2 خبيزات فوالا
هلا حبوباتي، حبوباتي نكمل هذه يعني بنفس الطريقة. هلا كما راكم تشوفوا هلا حبوباتي، هلا يعني هذيك جوج كيلة تاع هذه عطاتني جوج خبيزات او جوج كسلات، جوج قريصات جوج قريصات، مازال ما عطاتش بها نقولو خبز. فوالا حبوباتي حنجيب السربيت نعاود نرجع لكم ان شاء الله. حبوباتي هنا بعد ما درتها في السربيتة نحلها على شكل الكسرة العادية، هاها كما راكم تشوفوا، يعني طريقة تحلى طريقة تحلى طريقة تاعها يعني كيما الكسرة العادية. فوالا كيما راكم تشوفوا هاها حبوباتي نكمل يعني نحل كامل الكسرة تاعي نعاود نرجع لكم ان شاء الله. خليكم معايا حبوباتي. فوالا حبوباتي كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما حليتها، فوالا الوغ هنا نديرها فوق هذه خاطرش البلون دو طافاي تاعي يعني بارد باه تطلع لي بالخف. فوالا حبوباتي فوالا نغطيها يعني كما قلت لكم يعني لازم نخليها الكسرة هذه تخمر يعني حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعة، فوالا على حسب درجة الحرارة المطبخ تاعك إذا كان سخن ولا بارد. أنا المطبخ تاعي بارد شوية يعني لازم يعني نخليها تاخذ الوقت تاعها في الإختمار. فوالا فوالا نغطيها. فوالا حبوباتي نغطي الكسرة تاعي فوالا يعني كما قلت لكم يعني نعطيها الوقت تاعها في التخمير. فوالا الوغ يعني نكمل الاخرى يعني بنفس الطريقه نخليهم يخمروا يعني من بعد ان شاء الله بعد ما يخمروا نوريكم يعني طريقه الطهي تاعهم ان شاء الله. خليكم معايا حبوباتي. الكسره تاعي بعد ما خمرت فوالا كما راكم تشوفوا خليتها ربع ساعه، فوالا ماشي تخلوها تخمر حتى تولي مطلع، لا لا فوالا انا خليتها ربع ساعه. فوالا في هذه المرحله هذه خليت الطاجين يعني شعلت على الطاجين تاعي يسخن. فوالا نروحوا لطريقه الطهي تاعها ان شاء الله. فوالا خليكم معايا كما راكم تشوفوا الطاجين تاعي لازم ندير يعني نشبعوا بالزيت. فوالا يعني درت شويه زيت راني يعني نمسحوا بالكاغط. فوالا كما راكم تشوفوا فوالا نجيبوا الكسره تاعنا نطيبوها، النار لازم تكون يعني بين قليله ومتوسطه. فوالا حبوباتي يعني عفوا ما تكونش قليله ما تكونش نار قويه يعني متوسطه. نجيب الكسره تاعي نعاود نرجع لكم. فوالا حبوباتي فوالا هنا نثقبوها بالفرشيطه. يعني كما قلت لكم كسرة بزاف بنينة يعني بقهوة حليب. على حبوباتي نخليها طيب طيب وحنا نستمر يعني بالتحريك يعني بالطريقة هذه. فوالا كما راكم تشوفوا باه طيب الكسرة تاعنا حمراء. على حبوباتي فوالا نحركوها بالنسبه لي يعني بعد ما نقلبوها يعني نستمر بالتحريك هذا. فوالا حبوباتي كما راكم تشوفوا فوالا بعد ما تبديت من تحت عفوا نقلبها نعاود نرجع لكم ان شاء الله. خليكم معايا حبوباتي هنا كي تشوفوا تتنفخ هكا عفوا ثقبوها بالفرشيطه. فوالا هنا دهنتها بالزيت يعني من الفوق قبل ما نقلبها. فوالا نقلبوها كما راكم تشوفوا نستمروا يعني بالتحريك. فوالا
فوالا حبوباتي هنا ما نحملش يعني حاجه سخونه، جبت السربيطه فوالا نتوما دوروها بالشكل هذا، لازم الكسره تاعكم طيبكم حمراء فوالا. فوالا حبوباتي نكمل يعني بالطريقه هذه، بعد ما طيب نوريها لكم ان شاء الله وجده، خليكم معايا. فوالا حبوباتي الكسره تاعنا بعد ما وجدت كما راكم تشوفوا خرجت حميمرة فوالا، يعني خرجت تشهي 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 فوالا كما راكم تشوفوا، صدقوني خرجت رائعه. نقسم لكم وحده وتشوفوا فوالا، يعني الكسره هذه بزاف بزاف بنينه بالقهوه حليب فوالا، خرجت قمه في الذوق فوالا حبوباتي. حبوباتي الكسرة تاعي بعد ما قسمتها فوالا كيما راكم تشوفوا فوالا خرجت رائعة فوالا كيما راكم تشوفوا، جربوها حباباتي وردوني بالخبر. فوالا هذه هي الكسرة تاعنا، يعني الكسرة تاع الخمارة فوالا، يعني أظن ماهيش معروفة في اليوتيوب كيما قلت لكم، درتها أختي الأولى وأنا يمكن الثانية، انا ما شفتهاش صراحه، ما شفتهاش في اليوتيوب، ما شفتهاش في القنوات فوالا. نتمنى حباباتي تجربوها بهذه الطريقه، اكيد راح تعجبكم ان شاء الله. كما قلت لكم بزاف بزاف بنينه بالقهوه حليب، يعني الفطور الصباح فوالا. الوغ وصلنا لنهايه لا فيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى دعموني حباباتي، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، ديروا لايك. مع السلامه.